السلام عليكم أعزائنا المتابعين، لدعمنا في قناة أسرار ومعلومات برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. نتمنى لكم مشاهدة طيبة. بعد شائعات كثيرة حول ارتباط الفنانة ريهام حجاج بزوج الفنانة ياسمين عبد العزيز، تأكد النبأ أمس عقب نشر ريهام حجاج صور جمعتها برجل الأعمال محمد حلاوة، والذي جمعته علاقة سرية مع الفنانة الشابة طيلة الفترة الماضية، تسربت أخبارها إلى وسائل الإعلام لكن دون تأكيد أو نفي أي طرف. القصة بدأت في نوفمبر الماضي بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر ارتباط رجل الأعمال محمد حلاوة بالفنانة الشابة ريهام حجاج، إلا أنهما رفض التعليق على هذه الأنباء، واليوم تأكدت وجود علاقة بينهما بعد تسريب عددا من الصور ونشرها على السوشيال ميديا. ريهام حجاج أكدت بالفعل أنها تزوجت من محمد حلاوة، وقالت في تصريحات خاصة لوكالة إرم نيوز الإخبارية إن زوجها هو من قام بنشر صورهما ليعلن عن علاقتهما بصورة رسمية، على الرغم من أن الصور لم تنشر على أي حسابات رسمية لرجل الأعمال. اللافت في الأمر هو تأكيد الموقع نقلا عن مصادره الخاصة أن ياسمين عبد العزيز لا تزال زوجة رجل الأعمال محمد حلاوة، أي أنها أصبحت زوجة ثانية، فالمصادر أكدت أنها انفصلت عن حلاوة، لكن الطلاق لم يقع بصورة رسمية حتى الآن. الإعلان عن زواج ريهام حجاج ومحمد حلاوة في هذا الوقت ربما كان صادما لياسمين عبد العزيز، ليس فقط لأنها لا تزال زوجته بحسب ما نشر، بل وأن الإعلان تم في ذات اليوم التي كانت تحتفل فيه الفنانة بعيد ميلادها وسط أصدقائها المقربين، وهو ما قد يكون تسبب في حرج بالغ لها. ياسمين عبد العزيز أقامت حفل عيد ميلادها وسط كوكبة من النجوم الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معها، وأبرزهم غادة عادل ومنى زكي وفتحي عبد الوهاب وشريف منير وكريم محمود عبد العزيز وغيرهم. خبر انفصال ياسمين عبد العزيز وزوجها محمد حلاوة يعود إلى شهر نوفمبر الماضي، بعدما أعلنت عن الخبر عبر حسابها على انستجرام وسط أنباء وقتها عن ارتباطه بالفنانة ريهام حجاج. يشكل بذلك نهاية لزواج سعيد استمر 17 عاما وأسمر عن طفلين هما سيف الدين وياسمين. شاركونا بالرأي، ما هي أسباب تعدد الزيجات في الوسط الفني؟